قولي لنا شنو طرا وجرى الابن ديالك اللي ضربوا الضوء ومات؟ اختي اش غنقول لك، هاد الحادث ديال ولدي بحال جاني بحال الصدمه، وكان غير كيلعب مع وليدات الجيران، كيقرا معاهم كيحفظ معاهم، دائما كيمشي عندهم يحفظ معاهم كيلعب معاهم. هذيك الليله جا عندي قال لي امي، انا ما قالش لي انا غادي عندهم، انا كنقول لي واش غادي، قال لي لا راه غادي حدا الجامع. ما دازش شي ربع ساعه تسمعت خوه هذا الصغير جاي كيقول لي امي امي خويا راه مات خويا رايان. جاتني بحال الصدمه، اش غنقول لك، ولدي ما توقعتش انا ولدي يموت ليا فرمشت عين. ما يعني اش خوه النص ديالو غادي تطاليا ولا اش غيدير من وراه. مازال انا نقدر نصبر، ونص الثاني راه ما غيصبرش ليا، انا صابره وهو راه ما غيصبرش. فما كيسمعنا هضرنا عليه، كنقول لهم دابا ما تهضروش قدام، فما كيسمعوا يسمع راه كيهضروا عليه كيبدا يبكي، كيتكمد مسكين وبدا يبكي. هو شافو ديك الساعة ملي مات؟ اه شافو ما قدرش يوصل ليه، ما قدرش مسكين. دابا راه كيقول لينا بغيت نمشي عند خويا، كي غديري تصبري؟ يعني هذاك الولد الثاني خاصهم يتكلفوا ليا به باش يبقى ليا حتى هو حي. هذاك الدريري انا بغيتو حتى هو يبقى، ما بغيتوش يضيع بحال خوه. وكنتوجه لهاد الناس اللي دايرين هاد السلوكه فوق الديور، وانا ما كانش في خباري انا كاع السلوكه كاينين. نعيش انا وياهم غير في عشه، انا دابا كاريه وما عنديش حتى طواليط. كون كنت عايشه انا وياهم في عشه ما غيوصلش ولدي للسلوكه، غنكون عشه في الغابه وولدي ما يوصلش ليا للسلوكه. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.